هيو اهلا بكم فيديو جديد ومختلف طبعا. انا بفكر احولها من فيديو جديد ومختلف لفيديو جديد وجامد. طب ما جامد ده. بما اننا طالعين من سيزون حفلات فحابب اشارككم شغفي ونتكلم شويه عن المزيكا. هو مبدئيا كده الفنان من وجهة نظري هو الشخص اللي مسابقك بتفكيره وبيعكس ده في اللي بيقدمه. فنه بيلهمك ويعلمك ويفتح عينيك ومخك على حاجات جديدة. والفيديو ده هتكلم عن فنان وهو العبقري تامر ابو غزالة. انا مش هتكلم على تامر ابو غزالة الشخص ولا تامر ابو غزالة صاحب انتاج مستقل، ولا هتكلم على تامر ابو غزالة صاحب مشروع الاخفة هو ومريم صالح وموريس لوكا، ولا هتكلم على تامر ابو غزالة اللي كذا باند طلع وقال انه ليه مجهود كبير في اللي هم فيه دلوقتي. انا جاي اتكلم على تامر ابو غزالة صاحب مشروع الالف والبوم اينما ارتمى، اللي بدون افورة من احسن الالبومات اللي سمعتها في حياتي بعد مزيكة البوم طرف الخيط بتاعت المربع، لان دي مش هتتكرر تاني طبعا. اينما ارتمى، ندخل في الالبوم على طول، اللي بالمناسبه هتلاقوا اللينك بتاعه على سبوتيفاي في الديسكريبشن تحت، خشوا اسمعوه. اول ما تدخل على الالبوم هتلاقيه بيبتدي بدايه قويه قوي بتراك اسمه هولاكو، بيحكي عن هولاكو خان حاكم المغول في مشهد سوداوي بحت. هولاكو من كلمات الشاعر العراقي ساركون بوليس، اللي الالف استعان باشعاره كمان في تراك الجثه وحصان، اللي برضو ماشيين على نفس الطيب ومشاهد دراميه سوداويه فشخ. انا هوضح التراك ده عشان ده التراك المفضل بالنسبه لي، وبعد كده هنبقى ناخد نبذه عن القلب. ركز معايا في الكلام ده عشان هو مشهد كده على بعضه. خيولي اخف من الريح، سنابكها تقضح الشرارات اذ ندخل المدن. يعني الحدوه بتاعه الحصان بتطلع شراره وهو داخل المدينه من كتر سرعه الحصانه بتاعته اللي هي اخف من الريح. الحرب تستلقي كالعروس بانتظاري، والحدف يتكلم باسمي فانا هولاكو. الحدف اللي هو الموت بيتكلم باسمه عشان هو هولاكو. ركز بقى معايا في الحته دي. سيف في غمده لا يستريح، ذله اينما ارتمى يستنسل غيمه من العجبان الجائعه تطفو فوق البيوت. السيف وهو في غمده اللي هو الجراب بتاعه لا يستريح، ما بيرتاحش، بشغال قتل. ركزوا معايا في المشهد ده عشان فيه عمق وفيه يعني هو كان ممكن يقول لك انا قلبي مات ولا بنخاف، انا سيف يطلع يموت الف، لا لكن ازاي لازم يحول لها. سيف في غمده لا يستريح، السيف في الجراب ما بيرتاحش، ظله اينما ارتمى في اي حته السيف بيترمي فيها يستنسل غيمه من العجبان الجائعه تطفو فوق البيوت. يعني من كتر الجثث اللي مرميه بيعملوا سحابه سودا النسور الجعانه، حيث يراني اللاجئون في كوابيسهم بين الخراب. يعني اللاجئون اللي قاعدين في بلد مش بلدهم وارض مش ارضهم قاعدين بيشوفوا في كوابيسهم بين الخراب والنسور الجعانه فوق وسط يا نهار اسود. انا بس بوضح عشان لما تخش تسمع التراك تبقى فاهم الكلمات وتركز اكتر مع المزيكا والاداء التمثيلي الابداعي لتامر ابو غزاله وهو بيقول بكل فخر وشموخ فانا هناكم. لازم تخش تسمع. وتاني تراك معانا في الالبوم وهو انتظرها بين قوسين درس من كما سترة، كلمات الشاعر محمود درويش. الكما سترة هو كتاب هندي بيتكلم عن الأوحاد والحب، بس انا هعتبره بيتكلم عن الحب بس. فالتراك درس من كما سترة، التراك بيديك كل الامثله اللي في الدنيا عشان تنتظرها. وموريس لوكا ابدع في المزيكا بتاعت التراك ده، وطبعا تامر ابو غزاله الاداء الصوتي اكثر من رائع، اللي هو اكتر من رائع يعني. وفي التراك الثالث من الالبوم نرجع لساركون بوليس مع قصيده الجثه في اعظم المشاهد الساديه السوداويه اللي في الدنيا. عذبوا الجثه حتى طلع الفجر منهكا وقام الديك يحتج، غرزوا في لحمها السنانير. كميه كلمات دمويه ماساويه في التراك مش ممكن. وتامر ابو غزاله بيتك على السيه بتاعت الجثه وبيغنيها بريتم بطيء وبكل هدوء وبرود، بيعزك ان انت الجثه. انا بحس ان انا بتعذب وانا بسمع التراك ده. والتراك الرابع اعترف، بيقول فيه حين تغيب اعترف بان الشمس تدور وان المطر يهل. اللي يعرف هو بيشبهها بمين يقول لنا في الكومنتات.
مش هقدر اكمل لحد هنا عشان وقت الفيديو، بس عايزك تقتنع تماما ان الالبوم كله على بعضه تحفة فنية. اللوحة بتاعت الالبوم نفسه هي الفنان سوري مش عارف اسمه الحقيقة، بس جميلة وملهمة فشخ. يعني بص شكل الالبوم كده تحفة فنية، نفسي اشتريه. ولو عجبكم النوع ده قولولي عشان نكمل في السلسلة دي، عشان في ألبومات تانية قوية وبتلهمني زي خبز دولة وطنجر ضغط وحاجات تانية كتير. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعمل لايك وكومنت وشير، واعمل سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجاية.